تحية لكم مشاهدي الإخبارية السورية أينما كنتم إلى هذا الحوار الخاص الذي نتناول فيه آخر التطورات والمستجدات على الساحة السورية وما يتعلق بالحراك الدبلوماسي الحاصل اليوم، التوقعات فيما يتعلق بحوار أسيتانا ومجمل التطورات على الساحة السورية والمرتبطة بها أيضا بالإقليمية والدولية. ونضيء على هذه النقاط جميعها مع ضيفنا الذي يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ معاذ محمد. مرحبا بك أستاذ معاذ. مساء النور، أهلا بك. نبدأ من التطورات المتعلقة بالحراك الدبلوماسي. استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم فالح الفياض مستشار الأمن الوطني ومبعوث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ونقل الفياض للرئيس الأسد رسالة شفهية من العبادي. التعاون بين بغداد ودمشق هل سيشهد تطورا في المرحلة المقبلة باتجاه التعزيز؟ هو موجود هذا التعاون أساسا بين بغداد ودمشق؟ المنطقة كلها تتطور أحداثها على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، لذلك لا يمكن أن نشهد تطور في الحراك السياسي ولا نشهد تطور في العلاقات البينية بين دول صمدت 6 سنوات حتى هذه اللحظة. لذلك إشباع الملفات بتنسيق عالي وتنسيق عميق هو تأسيس لقوة في المسار السياسي، في الطرح السياسي القادم عبر أستانا إذا جاز التعبير. العراق يخوض معركة كبرى كما نخوض معركة كبرى في سوريا ضد الإرهاب، وبالتالي من المفيد جدا عملية التنسيق على كل المستويات، التنسيق لجهة السياسي، التنسيق لجهة العسكرة، والتنسيق لجهة المعلومات الاستخباراتية التي يتم تبادلها بين دولتين جارتين، سيما وأن القوة العسكرية العدوة أو الإرهاب يتواجد في حدود هذه الدولتين. يعني هي منطقة جغرافية واسعة جدا طبعا، لا نتكلم هنا عن تداخل بما بقدر ما نتكلم بأن جزء كبير من مساحتي ضفتي الحدود ينتشر عليها داعمي الإرهاب كحالات استخباراتية، كضباط استخبارات من دول مختلفة، بالإضافة إلى القوات التنفيذ على الأرض، داعش، النصرة، والفصائل المسلحة الأخرى. بالتالي طالما أن الحدود في العملية السياسية بدأت تنتقل من حيز إلى حيز سياسي آخر، لابد من إشماع التنسيق بشكل أعمق ليواكب العملية السياسية الجارية. وبالتالي أيضا ذات الأمر ينسحب أيضا على التعاون والتنسيق العالي الحاصل اليوم بين طهران ودمشق، زيارات متبادلة أيضا. برجرد في دمشق بعد زيارة وزير الخارجية والمغتربين إلى طهران، أيضا قراءة في هذا التنسيق العالي بين طهران ودمشق في هذا التوقيت بالذات، نتحدث يستبق أسيتانا وأيضا ما بعد اتفاق وقف الأعمال القتالية وكل الحاصل اليوم. بداية، إيران جزء أساسي من عملية عسكرية كبرى وعملية سياسية كبرى، وإيران جزء أساسي من الأقليم، بل هي الدولة الأكثر تأثيرا في الأقليم الذي يضم سوريا والعراق وتركيا وفلسطين والسعودية وممرات مائية كبرى، وجار أكثر من جار نووي، وقمة وشواطئ المتوسط. إذن نحن نتحدث عن دولة عالية التأثير في منطقة على بها ضجيج الصراع كثيرا. هلا نحن إذا بدنا نفكك المشهد الحاصل على مستوى المنطقة، نفهم ماذا يعني التأثير الإيراني وماذا يعني التأثير التركي. الكل بيعرف، وبانوراما كتير سريعة وبسيطة لتوصل للمشاهد الكريم بشكل كتير بسيط، عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية أعطت مجموعة من الألقاب. نحن نعرف أنه طلع منتصر الاتحاد السوفيتي وأمريكا، هل أعطوا إنجلترا لقب دولة عظمى، وعطوا فرنسا لقب دولة عظمى،
طيب اليوم إذا بناخذ إنجلترا القائمة على الخدمات البنكية والتي لا تمتلك قدرة انتشار عسكري واسع في جغرافيات عالمية والتي تتأثر بأي صعود أو هبوط للمؤشر الاقتصادي الأوروبي، وإنجلترا نفسها اللاحق في العملية الأمريكية، وفرنسا التي لا تتمتع سوى بقوة تأثير سياحي وقوة تأثير جغرافي على مستوى العالم محدودة جدا، وبمصادرة قراره لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. نحن خلال السنوات الست من الحرب لاحظنا بأن تلك الدول التي أعطيت لقب الدولة دول عظمى هي لا يتعدى تأثير الحقيقي والفعلي إقليمة، لا يتعدى تأثير الفعلي والحقيقي إقليمة. يعني اليوم التأثير الفرنسي لا يتعدى إقليم فرنسا وشوي بالصومال وشمال إفريقيا، هذا ما أعطي إليها كامتياز من الولايات المتحدة الأمريكية. ونلاحظ أن هذا الكلام أيضا ينطبق على بريطانيا. ممكن أن بريطانيا تتفوق قليلا على فرنسا لجهة الاستخبارات، أو أن عقل استخباراتي ممكن أن يؤدي أو يسدي خدمات للسي آي اي في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي بالمقارنة نجد بأن إيران وتركيا هم دول أكثر تأثيرا في المستوى أو في مستوى هذا الصراع العالمي من دول كإنجلترا وكفرنسا. قد يسأل سائل إنه طيب ليش إنجلترا وفرنسا دول عظمى؟ لأن الاتحاد السوفيتي وأمريكا آنذاك لم يكونوا يريدوا أو لم يمتلكوا آنذاك الإرادة لأن يكون هناك قوى عظمى حقيقية، لأن وجود قوى عظمى حقيقية بعد الحرب العالمية الثانية كان سيقود من مصالح ماردين كالاتحاد السوفيتي أو كأمريكا. وبمقارنة أيضا بسيطة، يعني اليوم قد يقول لك قائل أنه لماذا تركيا دولة ذات تأثير أقليمي كبير؟ أولا تركيا نختلف أو نتفق مع تركيا، هناك عداوة، هناك حرب. تركيا دولة متماسكة، لديها مؤسسات، لديها اقتصاد، لديها إنتاج، لديها حدود كبيرة مع مجموعة من دول الإقليم، وهذا ما يشكل خطر كبير لتركيا على سوريا وعلى العراق وعلى إيران، لأن كل ما طالت الحدود بين دولتين متجاورتين كل ما زاد التأثير. إذا نحن هنا نتكلم عن دولة، هذه الدولة يخدمها أن الصراع في منطقة جغرافية قريب منها، وإلا لو أن هذا الصراع في المغرب العربي لما كان لتركيا تأثيرا. ولاحظنا بأن تركيا عندما ذهبت لتؤثر بمصر نتيجة البعد الجغرافي لم تستطع، وفشل مشروع الإخواني، وعندما ذهبت لتؤثر في ليبيا لم تستطع وفشل المشروع الإخواني، لكن استطاعت أن تؤثر في سوريا لأن العامل الجغرافي هو الذي يحكم الصراعات. في عام 2001 عندما كان هناك الحرب في أفغانستان، كل دول العالم التي تلقب بالدول العظمى كان لها إيرادات وكان لها تأثير بشكل فيزيائي، يعني كان لديها قوات موجودة في أفغانستان، لكن بنتيجة الصراع الذي حصل في أفغانستان كان المؤثر الأكبر على هذا الصراع هو إيران وليس باقي الدول من فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإلى ما هنالك. كانت إيران أولا بحكم الجغرافيا كونها قريبة وملاصقة جغرافيا، ثانيا بحكم التركيبة السكانية. لذلك نرى بأن إيران كمؤثر إقليمي في صراع عالمي يحدث في هذه المنطقة التي ننتمي نحن لها هو أكبر وأكثر وأقدر اتساعا من دولة تلقب أو تمتلك صيت
الدولة العظمى كفرنسا أو بريطانيا، لكن في الحقيقة هي لا يتعدى تأثير الأقليم الموجودة فيه. نعم. اثنين، وأنا هنا ما زلت في سياق الشرح لأصل لزيارة الدكتور علاء الدين بروجردي. اثنين، كشفت هذه الحرب الكبرى أن الأوهام لا تبقى طويلا. يعني اليوم كل ما كبرت الحرب وكل ما زاد الصراع الضراوي، كل ما ذهب مخططو أو الحرب أو اللاعبين في الحرب إلى الواقع، لأنه ما حدا بيتحمل حرب ممتدة 10 سنوات في فصل واحد. يعني ممكن الحرب تمتد 40 سنة كصراع بارد ساخن بارد ساخن، لكن في فصول متعددة. أما أن يبقى فصل واحد لسنوات طويلة، لا يوجد دولة في العالم ولا منظومة دول عالمية قادرة على تحمل استمرار وجريان العنف وجريان الدم وجريان نزيف الاقتصاد، لأنه هذا المنعكس ليس فقط على الدولة المستهدفة. يعني نزيف الاقتصاد ليس منعكسا فقط على سوريا، على المحيط أيضا. نزيف الدم ليس منعكسا على سوريا، على المحيط أيضا. نزيف الإرهاب ليس منعكسا على سوريا، على المحيط أيضا. لذلك كشفت التجربة أنه الوهم لا يستمر، يظهر الواقع. طيب هذا الواقع ماذا أفرز؟ ماذا أفرز الواقع؟ الواقع أفرز بأن هناك مجموعة من القوى تبادلت المقام الأول أو رأس الحرب. يعني كنا نلاحظ في بداية الحرب قطر تجي على الواجهة تتراجع، تجي السعودية محل على الواجهة ترجع تتراجع، ترجع تجي قطر، ترجع بيجي الخليج كله، ترجع السعودية نفسها. طيب اليوم أثبتت التجربة أن ضخامة هذه الحرب تحتاج إلى وقود بشري ضخم، وأن هذا الوقود البشري الضخم لا تستطيع إسرائيل حماية مصالح أمريكا فيه عبر التكنولوجيا، لأنه التكنولوجيا هي تخدم المعلومات وتخدم الأهداف وتخدم المواقع للقوات المسلحة و إذن ليس قدرة إسرائيل بالتكنولوجيا العالية التي تملكها تؤهلها من أن تحمي مصالح أمريكا، ولا الوكلاء في الخليج عندما زجوا في هذه الحرب بشكل فيزيائي لن يستطيعوا حماية لا مصالحهم ولا مصالح أمريكا على حد سواء. إذن هذا يدلل إلى ماذا؟ يدلل بأن الأمريكي اليوم، وبالمناسبة الأمريكي ليس غائب عن أي ملف يستحضر، سوف أعود إلى هذه النقطة لأنها هامة في المنطقة. نعم. لذلك اليوم نجد بأنه دولة كتركيا بتأثيرها القوي أرادت خطف المقدمة أو جبهة التدخل أو رأس الحرب لجهة الصراع أم لجهة الحل من تحت السعودية وقطر، لأن هذه الحرب أثبتت عدم قدرة قادة تلك الدول، إذا صح التعبير دول السعودية وقطر والخليج، على إدارة صراعات بهذا الحجم، على إدارة صراعات بهذه الضخامة الدولية. وبالتالي هذا الفشل ليس نحن في سوريا وعبر منصاتنا الإعلامية نقول ذلك، الحرب هي التي قالت بأن طيب بدليل أين السعودية الآن؟ أين السعودية الآن؟ طيب كيف استطاعت روسيا وإيران استقطاب الجانب التركي وعزل الجانب السعودي؟ على ماذا اعتمدوا؟ طيب كيف تقبلت السعودية وعلى ماذا ستعتمد؟ السعودية تعلم مقدراتها وتعلم أن السعودية أنها في الأساس عندما أنشئت من أكثر من 100 عام هي معادلة النفط والعائلة. عائلة أسست الدولة على قياس عائلة، أسمي الدولة على قياس عائلة، هذه العائلة تؤمن هذا النفط مقابل الحماية. لذلك نجد ترامب في تصريحاته إبان حملته الانتخابية كان يقول ويدلل ويؤشر بأنه عليكم أن تدفعوا ثمن حمايتكم هذه الحماية. إذا نحن لا نتكلم بالكنايات والاستعارات والانفعالات العاطفية، نحن نتكلم ونوصف هذا الواقع. أنتم بعد حرب 6 سنوات وبعد زج أنفسكم واقتصادكم ونفطكم ومالكم خلال 6 سنوات أثبتوا أنكم عندما تدخلون الحرب
بشكل فيزيائي أنتم فشلة في إدارة الصراعات. هذا الفشل يكرس الآن أين؟ في العمل السياسي. لماذا؟ لأنه ليس من المهم أن تكون طرف يتمتع بصيت إعلامي كبير، المهم بأنه عندما نأتي إلى الحالة الواقعية المحضة، إلى الحالة الواقعية الصرفة، أنت ليس لديك قدرة على التأثير، ليس لديك قدرة على التأثير. وبالتالي ذهبت تركيا لانتزاع حصة الإرهابية المسلحة من الأرض، وحتى انتزعت من السعودية حصة إرهابية. يعني اليوم جيش الإسلام سعودي. طيب كيف استطاعت تركيا أن تنسق مع جيش الإسلام ولو عبر السعودية لإقناعه بأن يكون جزء مما سيجري في أستانه؟ فيما يتعلق بالتركي أستاذ معد، قيل الكثير عن التركي والحاصل، هل هناك استدارة أم لا، هل هي مناورة أم لا، حقيقة الموقف التركي ما هي؟ خاصة أن هذا الدعم الأكبر الذي يقدم الإرهابيين هو عن طريق تركيا وعبر هذه الحدود التي وصفتها، وكما تحدثنا هذه الحدود طويلة مع التركي، وهو الذي قام بإيصال كل هذا الدعم وسلاح للإرهابيين. وتركيا اليوم تواجه أزمة داخلية، يعني نتحدث عن تفجيرات متتالية في تركيا، آخرها كان اليوم في أزمير، بالأمس كان أيضا هناك هجوم على مطعم في تركيا، من قبلها كان هجوم على مطعم آخر في إسطنبول وإلى آخره، وأيضا أزمة جراء قمع أردوغان وجراء سياساته الداخلية. هل هناك استدارة تركية بالفعل أم هي مناورة تركية؟ خليني أول شيء أبدأ بجملة بسيطة. بالسياسة ما في شيء اسمه أنا أثق بك بعد خصومة أو عداوة طويلة بشكل مباشر، هذا غير موجود في العلم السياسي. في السياسة أنا أثق بك عندما يكون بيني وبينك تراكم مواقف دولية وتراكم مواقف مفصلية في سياسات الدول تؤثر على خرائط كبرى في المنطقة. عندما أصل أنا وأنت لمرحلة من التشبيك العالي المستوى والعميق على المستويات الثلاثة، الاقتصادي والعسكري والأمني، ويستمر هذا التنسيق 30 عام 40 عام، ممكن أن يكون هناك ثقة. لكن اليوم حتى مرحلة بناء الثقة بين روسيا وإيران وتركيا لم تبدأ، حتى مرحلة بناء الثقة. الخطوة الأولى هي هذا الاتفاق الذي حصل. هذا الاتفاق إذا كان هناك جدية في المضي به قدما، ممكن أن تبدأ عملية بناء النوايا وليس الثقة. الثقة كلمة كبيرة جدا على العداوة التي أظهرتها تركيا تجاه الشعب السوري، والتي انعكست أيضا على ملفات إيرانية وانعكست على ملفات روسية. إذا ما شاهدنا الخارطة نجد بأن تركيا تقع بين سوريا وذهبنا شمالا وموسكو وروسيا، وبالتالي لا تستطيع موسكو تحمل هذا العبء الإرهابي الكبير في جنوبها المتمثل بتركيا، ولا تستطيع سوريا أن تتحمل هذا العبء الإرهابي الكبير والدموي الموجود في شمالها، ولا تستطيع إيران أن تتحمله وهي الموجودة في غربها ولا العراق. وبالتالي منعكسات السياسة التركية أدت إلى اتساع دائرة الإرهاب وبكار الإرهاب حتى طال تركيا نفسها. وإذا ما تحدثنا عن السياسات التركية، أيضا هناك سياسات كتبتها اليد التركية بشقاوة بذئبية، يعني عملية إسقاط الطائرة الروسية وعملية غزو الأراضي السورية واحتلال جزء منها، هذه قرصنة دولية، خروج عن الشرعية إلى ما هنالك. لكن اليوم ليس صحيح بأن تركيا حرمت من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي كما يشاع بالإعلام، كما يريد الإعلام الغربي أن يسوق، لأن أوروبا نادي مسيحي. لا، لابد من التعامل، أو إذا ما كان الغرب
ينظر بأن وقود هذه الحرب هو الإسلام الراديكالي، الإسلام الراديكالي، نجد بأن تركيا هي التي تتربع على عرش الإسلام الراديكالي وليست السعودية. تركيا من يتمتع على عرش الإسلام الراديكالي، وتركيا القادرة على توجيه بوصلة الإسلام الراديكالي، أكرر وأقول وليس السعودية، لأن السعودية كما قلنا في سياق الحديث عائلة ونفط، تقدم نفط مقابل عملية دعم. أما تركيا هي دولة ولديها مؤسسات ولديها أمن ولديها استخبارات ولديها علاقات دولية، على خلاف ولديها أحزاب ولديها تيارات، على خلاف السعودية. السعودية عبارة عن 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 حكم بقوة المال الذي يأتي من ضخ النفط ومن ثم الحماية. هذا جانب. إذن الغرب يقول بأن وقود هذه الحرب الكبرى هو الإسلام الراديكالي، والغرب يرى بأن تركيا هي التي تتربع على عرش قيادة وتوجيه الإسلام الراديكالي، وأن تركيا عبارة عن قوة اقتصادية، فإذا ما دخلت إلى الاتحاد الأوروبي ستؤثر على اقتصادات دول كبرى أو تتمتع بصيت الدول العظمى كفرنسا على سبيل المثال وإنجلترا. وكي لا يقال بأنه طيب المعيار النووي، ليش أنا غبت أو غيبت المعيار النووي، أنه لا فرنسا نووي وإلى آخره، بأنه طب ما الهند نووي، ليش معنا دولة عظمى؟ كوريا الشمالية تمتلك سلاح نووي، ليش معنا دولة عظمى؟ إذن هذه إيرادات دول كبرى وصراعات كبرى. وبالتالي تركيا الآن اصطدمت بعدم قدرتها على دخول الاتحاد الأوروبي للأسباب التي قلناها، اصطدمت باتساع دائرة الإرهاب داخل تركيا، اصطدمت بعدم قدرة ساسة تركيا وقادة تركيا واستخبارات تركيا على قيادة هذا التعقيد في المشهد لجهة الجماعات والفصائل المسلحة. يعني أنا بذكر لك بس بالشمال السوري. طب إذن أفهم منك أستاذ معد بأنها مجبرة على الاستدارة أم أنها تنتظر ببساطة رؤية ترامب وكيف سيتعامل ترامب مع الملفات في المنطقة؟ لأنها اليوم حتى اليوم لا زالت تناشد الغرب للتدخل ودعم ما يسمى بالتحالف لها سيدتي الناتو. أنا فيني اختصر لك المشهد بأنه أي تستدير، لكن خلينا نشبع الحالة لأهمية السؤال اللي طرحتيه، نشبع الحالة أنه ليه عم تستدير تركيا. يعني فينا نقول أنه نعم تركيا تستدير بقوة، بحامل القوة العسكرية الذي أفرزته الجمهورية العربية السورية خلال سنوات أو 6 سنوات من الصراع، لكن هذا لا يكفي. هناك أمور كثيرة جعلت تركيا الآن بحكم المستديرات. هذا من جانب. إذن نرجع وملخصهم: عدم قدرتها على دخول الاتحاد الأوروبي، تربع على عرش قيادة الإسلام الراديكالي والذي يعتبر هو مأسسة أو هي القدرة على مأسسة الإرهاب وتوزيعه عبر الجغرافيات العالمية. بالمقابل، وهون أتوخى جدا الدقة، بالمقابل طيب اليوم الولايات المتحدة الأمريكية صحيح هي القوة رقم واحد في العالم، لكن حتى هذه القوة رقم واحد هي لا تستطيع إشباع أو إتخان كل الجغرافيا بقواعد عسكرية أمريكية. ليه؟ لأنه ما المهم أن يكون لك 1000 قاعدة في العالم، هل لديك جهاز استخبارات قادر على استيعاب معلومات قادمة من 1000 قاعدة في العالم وتفريغها وتحويلها لسياسات وتمرير هذه السياسات؟ هذا أمر ضرب من الخيال، لا تستطيع. لذلك الانتشار الأمريكي أو قدرة أمريكا على الانتشار العسكري جغرافيا لاستيعاب قدرة تركيا على توريد الإرهاب، لاستيعاب قدرة تركيا على تصدير الإرهاب، ليس متاح الآن، ليس متاح الآن. وبالتالي تركيا نفسها لعبت مجموعة من اللعب بالتشارك مع السعودية. داعش في سوريا والعراق ليه داعش؟ لإثارة النعرات الطائفية، كونه موجود مكونات مختلفة. الإخوان في مصر ليه مصر؟ لأنه مصر من لون واحد، جابوا للإخوان. يعني اليوم في الشمال السوري جبهة الفتح وجيش الإسلام
ولواء التوحيد وأحرار الشام، واستقم كما أمرت، وداعش والنصرة ونور الدين الزنكي ومجموعات وفصائل كثيرة. طب كل فصيل يحتاج إلى قيادة، وكل فصيل يحتاج إلى تمويل، وكل فصيل يحتاج إلى ضابط ارتباط استخباراتي. كل فصيل نتحدث، يعني هناك خلافات اليوم بين هذه التنظيمات الإرهابية. سأتيك بالكلام بما يخص أستاني، بما يخص أستاني سأتيك بالكلام. طيب إذا لا أمريكا عندها قدرة عسكرية كبرى لتحيط في الإرهاب الذي تصدره تركيا للعالم، ابتداء من تركيا نفسها وانطلاقا إلى العالم بالتعاون مع وكلاء الأمريكان في الخليج، ولا تركيا اليوم هي قادرة على منع الإرهاب بأن يدخل إلى داره، إلى عقر داره. أضف إلى أنه تركيا بالفترة الأخيرة تعرضت لهزات اقتصادية، تعرضت لإعادة إنتاج الحساسية العالية جدا مع حزب العمال الكردستاني داخل تركيا، وأصبحت ترى نفسها بأنها أصبحت فعلا مهددة. وتركيا نفسها التي تعرضت لإنقلاب، حمى الشرعية في تركيا، الطوق المحيط هو الذي حمى الشرعية في تركيا في الوقت الذي كانت أمريكا تراقب ما يحصل في تركيا. إذن إذا بدنا نحكي بالمبدأ الحسابي، لا، روسيا وإيران مدينين تركيا كتير. يعني أولا دينوا تركيا أنه اعترفوا بشرعية النظام الحاكم بتركيا، وهذا ما منع، لكن هل بإمكانهم تحييد تركيا بعدها عن معسكر الغرب تماما؟ سيدتي اليوم لأنها جزء من الناتو في النهاية ومن هذا المعسكر الغربي. اليوم لما أنا بدين تركيا، يعني روسيا وإيران بدينوا تركيا، اثنين، لما روسيا بتدين تركيا انه انت نزلتي لي طياره واغتلتي السفير جوا، لكن انا من اجل الاستقرار والسلم والامن في العالم اريد انشاء علاقه سياسيه، هذه العلاقه السياسيه تؤمن هذا الاستقرار، هذا الاستقرار الذي سيؤمن قدره وتحصين قدره تركيا وايران وسوريا والعراق على مكافحه الارهاب، اذا هذا يشكل اغراء كبير. وكما قلت أنا في أكثر من لقاء كنت أتحدث عن أن الحلف السوري الروسي الإيراني يشكل إغراء كبير لدولة مثل تركيا خارجة بخيبتها من الاتحاد الأوروبي، ومنطق الجغرافيا يقول بأن تركيا لا تستطيع أن تكون لاعبا إقليميا خارج جغرافيتها. يعني ما فينا تركيا تروح لتصير لاعب إقليمي بفرنسا، ما أنا قادرة، لكن ممكن تكون لاعب إقليمي كما إيران ممكن تكون لاعب إقليمي كما مصر كما سوريا. التي فيما يتعلق باللقاء الثلاثي في موسكو، هل ستنفذ التزاماتها فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، هو الجزء الأهم، إغلاق الحدود أمام عبور الإرهابيين، أمام كل هذا الدعم المقدم من تركيا من قبل التركي الراعي لهذه التنظيمات الإرهابية سواء سلاح وكل هذا الدعم المقدم لهم؟ طيب هل اليوم جوابا على سؤالك، الولايات المتحدة الأمريكية، رح بلش لك بجواب من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت غائبة عن المشهد. ما أنا غائبة الولايات المتحدة الأمريكية، لا لا، حاضر عبر التركي. أنا أعتقد بأنه الخط الساخن الاستخباراتي قائم. شوفي ست سناء، أحيانا الجيش يكون صانع للسياسات، يصنع السياسات. عندما يتم الجيش مهمته، ينجز مهمته. طيب المهمة الكبرى كانت لدى الجيش أنه حرر حلب، الجيش حرر حلب. طيب ما هي الخطوة اللاحقة؟ يأتي دور السياسات. إذا الجيش يحمل السياسات في مراحل معينة، والسياسات تحمل الجيش في مراحل متتالية. بمعنى أنه اليوم الجيش حرر حلب، يأتي دور الاستخبارات، هذه الاستخبارات تقوم بالعمليات الاستخباراتية الكاملة، بتصنيع الملفات الكاملة، بوضع الملفات وانتخاب ملفات الأولوية الأولى، ووضعها في حضن السياسي، يذهب بها السياسي للتفاوض محصن بقوة قوة الملفات التي أنجزت عبر الأمن وعبر الجيش. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية منذ 6 سنوات، طب شو كان الهدف؟ كان الهدف إسقاط الجمهورية العربية السورية. طيب الجمهورية العربية السورية لم تسقط الجمهورية العربية السورية، بالتالي الأمريكان مضطرين للتعامل مع الواقع،
وفق الحسابات مع الواقع. طب نحن الجيش العربي السوري أثبت صموده؟ أثبت ولا ما أثبت؟ طب هذا واقع، أثبت. الدولة السورية أثبتت صمودها؟ طب أثبتت ولا ما أثبتت؟ هذا واقع. طب الحلف أثبت تماسكه؟ أثبت ولا ما أثبت؟ طب هذا واقع. تمام؟ إذن كيف لتركيا أن تستمر في مشروعها بالوقت الذي تدرك تركيا بأن المشروع الأمريكي قد هزم؟ كيف؟ يعني كيف أردوغان اليوم بده يستمر صعودا باتجاه الإرهاب بالوقت اللي أمريكا لم تستطع تحصين مشروع أو تحقيق هدف واحد منه؟ إذن سيعمل أردوغان والأمريكان بجانب، وسيعمل أردوغان والروس والإيرانيين بجانب آخر. يعني التركي ممكن بكرة يشبك مع الأمريكي إنه أخي تعال ننقل الإرهاب لمكان آخر، ممكن هذا جائز في التعامل الدولي. يعني ممكن تركيا تشوف إنه أنا اليوم أو أمريكا تشوف إنه أنا اليوم داعش ما عاد بتفيدني هون، خليني أنقل داعش إلى مكان أنا إلي مشروع فيه، في أمريكا اللاتينية، في إفريقيا، في المغرب العربي، في الخليج نفسه. هذا كله أمر جائز. لذلك اليوم لا يستطيع التركي الاستمرار بمشروع قد فشل به الأمريكي. لذلك النظرة الأمريكية ستكون من خلال قراءة بسيطة واستقرائية لتصريحات الرئيس المنتخب هي نظرة محض براغماتية، براغماتية صرفة، عملية صرفة. طب بمقابل هاي البراغماتية سوريا دولة مرنة، سوريا ليست دولة متشنجة، سوريا لا تتحدث عن تشنج أو عناد، تتحدث عن ثوابت، والثوابت غير التشنج، تتحدث عن مبادئ، والمبادئ غير الافتراضات اللي ممكن تأمن مصالح غير شرعية. سوريا لا تبحث عن مصالح غير شرعية. وبالتالي براغماتية الأمريكي القادمة إن صح التعبير وفق القراءة المبدئية لتصريحات ترامب مع القدرة في الصمود وإدارة الملفات وإدارة الصراعات والمرونة السورية مع حلفة يؤدي إلى انفراج حل سياسي. إذن ترى بأن الإدارة المقبلة إدارة ترامب سوف تتعاطى بواقعية بناء على التصريحات كما تحدثوا، بناء على التعيينات المبدئية لترامب لإدارته، ستتعاطى بواقعية مع الحاصل اليوم مع تغيير موازين القوى على الأرض في سوريا ما بعد انتصار حلب، وبناء عليه ماذا عن هامش المناورة المتبقية لدى الأطراف الإقليمية الداعمة للإرهاب؟ نتحدث عن تركيا، السعودي، القطري، وكامل هذا المحور. هلا لا لك سؤال ست سناء، هذا كمان سؤال مهم. ترامب مو كلام أخلاق منه جاي عم يقول إنه أنا بدي أنظر للواقع في سوريا نظرة براغماتية، ما نو كلام أخلاق من ترامب، لكنه قوة من الرئيس السوري. قوة الرئيس السوري هي اللي جعلته أكثر براغماتية. قوة الرئيس السوري هي طبعا لما نقول الرئيس السوري نتكلم عن الشرعية الكاملة بما تتضمن من شعب وجيش وقوات مسلحة وإلى آخره. قوة الرئيس السوري هي اللي خلت العالم الجديد يمر بعدة مفاصل. طب ما كانت روسيا أول الحرب عم تلعب دور توازن دولي، لكن لما طلعت وشافت انه هاي الدولة السورية قدرت بصراع عنيد وصراع معند وصراع ضاري وكبير ان تصمد، قالت ليش لا، عطت الفيتو الاول. هذا الفيتو اللي اعطيته روسيا والصين، الفيتو المزدوج الاول، هو لم يكن جائزة أو مكافأة لسوريا بقدر ما كان حلم تريد روسيا الاتحادية للانتقال بنفسها وذاتها من موقع الذي يلعب التوازن كقوة من القوى إلى قوة رقم 2 في العالم. هذا يجب أن يكون واضح. كما أعطى الإيراني أيضا بعدا في السياسة وبعدا في العمق الجغرافي الذي يستطيع أن يطل من خلال الإيراني بالتشارك مع الجيش السوري لحماية
السيادة والاستقلال لكل الأقليم، ليس لسوريا فقط، لكل الأقليم. وبالتالي هذا ما استدعى التنسيق العالي والتشبيك العالي في المسارات السياسية. لهذا نرى الدكتور علاء الدين بوجردي الآن، ونرى وسنرى زيارات لاحقة. اليوم ما يحصل، يعني بيجي بيقول لك أحدهم أنه كيف تثقون بالأتراك وتذهبون مع الأتراك إلى عملية سياسية؟ طب ما قال أنه نحن نثق بالأتراك؟ ما وزير الخارجية السوري طلع قال نحن لم نوقع شيء مع الأتراك، وأن هذه العملية هي في حساب الضامن، وأن الضامن لهذه العملية هو الروسي والإيراني، وأي شيء يحدث هو على حساب الضامن وليس على حساب السوري، وليس على حساب السوري. هذا جانب. جانب الآخر، الكل يعلم، يعني اليوم كمان عم نسمع عبر الإعلام بأن هناك ثمة حساسية إيرانية روسية. هذا كلام غير صحيح وغير واقعي وغير دقيق، لأنه لا يمكن لثلاث دول أن يتفقوا في الحرب ويختلفوا في السياسة. هذا جنون. يعني دول اتفقت بالحرب 3 سنوات وأنجزت هذا الإنجاز الهائل على مستوى المعمورة والكرة الأرضية، هلأ هي جاية بدها تختلف بالسياسات؟ كيف هذا الكلام؟ بتقلي في تباينات. طيب ما التباين الروسي الإيراني هو تماما كالتباين الإيراني الإيراني، كالتباين السوري السوري، كالتباين الروسي الروسي. يعني مثل لما بتشوفي بتركيا عفوا بإيران في تيارين بيتباينوا أحيانا بالآراء، هذا يطابق التباين الموجود بين إيران وبين موسكو، وبين سوريا وبين موسكو، بين موسكو وبين سوريا، وإلى آخره. لكن بالهدف الكلي، من يتفق ويستطيع إنجاز حرب بهذه الضراوة لمدة أقل 3 سنوات ونصف، لأنه الكل بيعرف أنه نحن في بداية الحرب كنا لحالنا، وكان فقط هناك غطاء سياسي إذا بدك إيراني روسي، وصمودنا اللي أتاح للروسي أنه ينتقل من الغطاء السياسي إلى الوجود الفعلي أو التحرك كدولة تملك القوة رقم 2 في العالم، وأن تصل إيران إلى شط النووي. هذا أمر، هذا تاريخ، هذا تاريخ قصير. علينا أن نكون ملمين بكل هذه المفاصل. لذلك نحن نتكلم هنا عن قوة، هذه القوة تتمثل بهذا الصمود الذي أعطى الجميع هذه القدرة على هذه الحرب والوصول إلى تلك النتيجة. يعني اليوم التركي لو بيقدر ما يوصل مع الروسي والإيراني لاتفاق كان اتفاق. اليوم التركي لو أنه قادر يستمر بمشروعه اللي كان مزمع في البداية من مناطق آمنة وكريدرات آمنة وأسقاط الدولة وتقسيمها وبدو حلب وإلى آخره، وتعيين والي للسوريين اللي لجأوا لكلس وخلافه، كان يعني يجي اليوم يقول أوكي أنا رح أعمل معكم بروتوكول أو وقع معكم ديل. هذا كلام بالسياسة لا يصرف. اليوم مجموعة القوى التي كانت تتحرك على الأرض أدت إلى إنجاز مهمة عسكرية واستخباراتية كبرى، خاصة بعد خسارة هذه المهمة، هذه المهمة طبعا، هذه المهمة العسكرية والاستخباراتية والسياسية الكبرى فرضت واقعا جديدا. هذا الواقع الجديد أغرى المكون التركي، كما أغرى المكون المصري، كما سيغري مكونات أخرى. وبالتالي عندما يذهبوا إلى أستانة، سأتحدث عن أستانة، ولكن لو سمحت لي فقط لنتحدث عن الحاصل على الأرض، التصعيد الإرهابي الذي شاهدناه اليوم، التفجير الإرهابي الذي ضرب جبلة، نقول الرحمة على أرواح جميع الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. ما الذي يعمل عليه مشغلو الإرهاب في هذه اللحظة السياسية أستاذ معد بهذا التصعيد الإرهابي قبيل حوار أستانة ما بعد اتفاق وقف الأعمال القتالية؟ هل هذا التصعيد الإرهابي بهدف عرقلة وتعطيل التسوية؟ ستنا، كما أن الحرب مشهد كلي، أحداث الحرب أو أحداث السياسة أيضا مشهد كلي. يعني السياسات لا تنفصل عن الميدان. بالمشهد الكلي هناك حرب، هناك فصائل صنفت على أساس أنها فصائل إرهابية، جبهة النصرة وداعش وجند الأقصى وألوية اليرموك
وما بعرف إسا في 2 3 على كترهم ما شاء الله ما عاد عم نلحق لهم نحفظ. تمام؟ هذا من جانب. من جانب آخر التركي اليوم ضعيف لذلك يستدير، لذلك يستدير. لكن التركي لا يريد أن يدخل مفاوضات أستانا بضعف شديد، لذلك يريد إنتاج حالة من الإقلاق الأمني والدموي، علّه يدخل هذه المفاوضات بنفس أقوى. اليوم ضرب مدينة جبلة أو أي عملية إرهابية في أي منطقة أخرى من الجغرافيا السورية هي لإقلاق الحالة الأمنية ولمحاولة فرض أجندات وشروط. طيب إذا أنت لم تستطع فرض الأجندات بالحروب الكبرى، هل ستستطيع فرضها من خلال إقلاق أمني أو تفجير إرهابي؟ أنا عم بحكي بالعقل المحض الصرف، ما عم بحكي بالعاطفة. بالعاطفة بكينا على اللي شفناه اليوم بجبلة، مثل ما بكينا على عم نشوفه كنا بحلب، مثل ما بكينا على كل منطقة. نحن بشر بالنهاية. لكن طيب كيف ستوظف هذه العملية؟ طب أليست هذه العملية إدانة لك بإفلاسك أكثر مانع قوة إليك بالدخول لمفاوضات؟ ما أنت اليوم رايح على المفاوضة. هلأ بتفشل أستانة بترجح أستانة تفشل، أنت رايح على المفاوضات. أنت لا تستطيع إلا أن تذهب للمفاوضات لسبب بسيط، لأنك لم تستطع أن تنتصر في الحرب. واضحة؟ أنت لو انتصرت بالحرب ما رحت على التفاوض، رحت على التفاوض إذا أنت لم تستطع أن تنتصر بالحرب. لا أنت ولا الأمريكي ما قدرتوا تحققوا هدف واحد، بالتالي ستذهب أنت إلى المفاوضات. طيب بدك تروح على أستانة، شو الواقع اللي بأستانة؟ شو الواقع الموجود؟ طب 7 فصائل مسلحة على أساس بدك تروح إلى أستانة. طب كيف ستستطيع تركيا الضامن للفصائل المسلحة توحيد هذه الفصائل بهدف سياسي في أستانة؟ مثل ما الولايات المتحدة الأمريكية فشلت، أكرر، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في فصل المعارضة المسلحة بين قوسين عن الإرهاب، عن الإرهاب، ستفشل تركيا في القدرة على توحيد هذه المعارضات المسلحة. ومن سيوحد هذه المعارضات المسلحة هي الاتجاه والممر الإجباري للنجاة تحت ضربات الجيش العربي السوري والحلفاء. المتوقع من أستانة يعني اليوم لأنك كما تتحدث ليس فقط الخلاف بين التنظيمات الإرهابية على الأرض وبين من يدعمها واقتتال فيما بين هذه التنظيمات الإرهابية، هناك خلافات أيضا بين المعارضات، يعني بين المعارضات ومن يدعم هذه المعارضات حتى. فكيف سيكون المشهد؟ من سيحضر في أستانة فيما يتعلق بوفود المعارضات هذه؟ سيدتي نحن مرينا جنيف، جنيف 1 و2 و3 وفيينا 1 وفيينا 2 و3 ومرينا بموسكو 1 وموسكو 2 وإلى آخره. كان هذا المرور يسمى مرور الكرام. اليوم عندما نمر في أستانة نمر مرور المنتصر، مرور القوي، مرور المنتزع للمجال الحيوي للدولة، مرور الصابر الصامد المشبك مع حلفه بعمق كبير جدا، مرور الذي راهنت الولايات المتحدة الأمريكية على ضرب إسفين التفرقة بين سوريا وإيران وموسكو منذ 6 سنوات حتى الآن لم تستطع. إذن مرورنا اليوم هو مرور المنتصر. بالتالي الفصائل اللي وقعت واللي ممكن تتراجع ما بنعرف، نحن عم نحكي شو اللي صار. الفصائل اللي وقعت لا شك بأنها ستقدم خدمات لتركيا، لا شك ستقدم خدمات لتركيا، وتركيا لا شك ستقدم خدمات لموسكو لا شك. ستنفجر هذه الفصائل فيما بينها لمنع عملية التوحيد، لأن توحيد هذه الفصائل يعني بالنسبة للفصائل زوال أهدافها، زوال أهدافها. أنت لما بتجمعيهم كمكون وبتاخديهم على التفاوض تكشفي تظهري
عمقهم، ايديولوجيتهم، فكرهم سيفضح. وبالتالي صحيح أن تركيا تريد مزيد من الاتهامات لسوريا في مسألة وقف إطلاق النار كي تنجي مع هذه الفصائل جبهة النصرة، هذا واضح في المشهد العلني، لكن القضية الأهم، هل هذه الفصائل ستبدأ حرب تصفيات فيما بينها؟ هل هذه الفصائل ستبدأ حروب محلية وضارية فيما بينها؟ هل هذه الفصائل ستتصارع من سيكون الكتلة الوازنة أو المكون الوازن على طاولة أستاني؟ هذا كله سيحصل، هذا كله سيحصل. وإلا لماذا قاتلت وارتهنت؟ وإلا لماذا قاتلت وارتهنت؟ يأتي قائل ويقول طيب أنتم انتصرتوا بحلب، ليه رايحين تعدوا مع المسلحين؟ ببساطة مطلقة، أي علاقة في الأرض هي علاقة فعل ورد فعل. لما بيجي الإرهاب بيعمل فعل، فبتنشأ بينه وبين الإرهاب علاقة، يعني هي ردة الفعل. شو هو حرب الإرهاب؟ شو حرب الإرهاب؟ ردة فعل. إذن أنا أقاتلك على الأرض، تمام؟ طيب خلصنا قتال على الأرض، ننتقل للقتال وين؟ في السياسة. إذن يروق للبعض أن يسمي هذا تفاوض، أنا بتواضع شديد أسميه قتال سياسي، قتال سياسي، لأنه ما المهم العملية الجارية بقدر ما مهم نتائج العملية الجارية. يعني ما المهم من بده يحضر بأستانه، المهم هل هؤلاء الذين سيحضرون في أستانه سيتمخض عنهم قادة سياسيين في المستقبل ممكن أن نراهم فيما بيننا؟ هذا هو المهم. اثنين، هل أستانة تملك الضربة القاضية لجنيف أم لا تملك الضربة القاضية لجنيف؟ هذا يعتمد على جدية أطراف أستانة في توفير المناخ الجيد لإنجاح العملية السياسية أو لاستمرار العملية السياسية. تبقى لي دقيقة واحدة فقط أستاذ معد، أستانة ذهب إلى انعقاده في الموعد الذي تم الحديث عنه وذهب إلى الخروج بنتائج، نعم أم لا؟ إذا كانت الملفات الاستخباراتية والعسكرية تفي بالغرض، سيجلس التركي ضامنا للفصائل وسيفشل في توحيده، لكن سيجلس ضامنا للفصائل. إذا لم تكن الملفات الاستخباراتية والعسكرية التي حضرها الروسي والإيراني كافية، أعتقد بأن هناك مجالا سيترك للإدارة الأمريكية القادمة. على المستوى الشخصي أعتقد بأنه الروسي والإيراني بعد موافقة السوري يريدون إرساء حل، هذا الحل يطرح على ترامب وليس لديه خيار إلا أن يسير به وفق خطة مسار سياسي فيينا واحد فيينا اثنين أو شبيه بما تمخض عن فيينا واحد فيينا اثنين. لكن الآن في عملية جارية، هذه العملية الجارية هي عملية توحيد الفصائل في 23 الجاري، لا يعقد في 23 الجاري أنا ما بعرف، هذا يعتمد على الملفات وقوة الملفات وجهوزية الملفات. أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا الأستاذ معد محمد الكاتب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدي الأخبارية سوريا أينما كنتم، ترقبوا آخر التطورات على رأس الساعة، إلى اللقاء.